بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدا وعليه نتوكل، نجدد اللقاء، نجدد التحيه من انطلاقه الفتره الصباحيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. على بركه الله تعالى اعلنت انطلاقه الشوط السابع في مجموعه الاشواط الخاص لسن البكار لإذاع مسافة هذا الشوط 6 كيلومتر. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح في نجاح هذا المهرجان. هنا التواجد، هنا الحضور على قيادة هذا الشوط، هنا المركز الأول. هنا التواجد أيها الحفل الكريم على المركز الأول، هنا الحضور، هنا أيضا من تعلن تواجدها على قيادة هذا الشوط. انتقل مجهولة ما تعرفنا عليه في المركز الأول. المركز الثاني أصبح من نصيب بن صوغان سعيد بن راشد بن سعيد الجابري، من يقدم لنا بن صوغان على المركز الثاني. والمركز الثالث أصبح من نصيب بن صوغان أيضا مع سالم بن محمد بالضبيعة الاشتبي، من يقدم لنا بن صوغان على ثالث المراكز. صوغان السلالة الصوغانية التي تجبر أيضا السلالات على قيادة هذا الشوط، مع أيضا سالم بن محمد بالضبيعة الاشتبي والكيل الأخير. ولكن كلايف كلايف يا كلايف تنتزع المركز الأول مع ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أهالي الغربية يطالبونك بسلام يا أبو محمد، الله تبارك الله، روحت ما شاء الله كلايف، كلفت نفسها في هذا الشوط وتنتزع الفوز والناموس. ولكن أرى الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين قادم، قادم الجبرين على ايضا المركز الثاني. ولكن حربه، حربه محمد بن غانم بن علي بن حموده الظهري تنافس على المركز الثاني. ولكن خلاص روحت كنها على درع الدفوف، حايره بين السماء والجاذبيه، والصور شيء طبيعي ومعروف وشيء من فوق الهجن بالمروحيه. يا ناصر يا بن محمد يا بن زايد يا بن خلفان المنصوري، سلام لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلام يا الغربية، سلام محمد على أيضا على ظهر كلايف. هذه لحظة وصول كلايف، معلن الفوز والناموس ثاني ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. والمركز الثاني تصل الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين، والمركز الثالث أصبح من نصيب المركز الثالث ندي شبه مبارك بن سيف بن محمد المنصوري. والمركز الرابع أصبح من نصيب حربة مع حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. والمركز الخامس كان من نصيب الطيارة صالح بن سعيد الجربوعي المري. هكذا أعزائي المشاهدين كانت المنافسة، وكان القوة وكان الأداء، ولكن استطاعت كلايف أن تنتزع المركز الأول وبقيادة الكيلو الأخير، كلفت أيضا المركز الأول. ثاني ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، قاطعت المسافة 6 كيلومتر في 9 دقائق 21 و28 جزء من الثانية. تهانينا لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز كلايف في المركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب المركز الثاني كان وصول من الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين، قاطعت المسافة في 6 كيلومتر في المساء 9 دقائق 22 و50 ثانينا والف مبروك. والتوقيت الزمني ايضا الى المركز الثاني كان من نصيب ند الشباب، قاطعت المسافه في 9 دقائق 23 و26 تهانينا الى مبارك بن سيف بن محمد المنصوري، تهانينا الى الجميع.